شاء الله الذهب اشوفه، حبايبي يشوفون الذهب ما شاء الله تبارك الرحمن، يشوفون الذهب في نفس المكان ولله الحمد. King of Mines. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاليا يبنى عروق الذهب في الموقع ولله الحمد. طبعا كل العروق من الخلف. الحين ننزل عروق بعون الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، كما تشوفون عروق الذهب في نفس المكان. طبعا هذه من العروق المركزة ولله الحمد، من البلكان اللي تشوفونه. ما شاء الله تبارك الرحمن، الجيوب المتواجدة في نفس المكان. ما شاء الله، والأسطر الموجودة عروق الذهب، هذا دليل واضح انه الامور مره سليم ولله الحمد. ما شاء الله عروق الكاميرا، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف عروق الذهب في نفس المكان. ما شاء الله متأكسدة مرة، والسطور والجيوب في نفس المكان. ما شاء الله الذهب يتواجد حاليا في نفس المكان. فيديو لونه ذهب جوا. ما شاء الله تبارك الرحمن، يشوفون الذهب بكثرة في نفس المكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، كله ذهب ولله الحمد. تشوفون لمعان الذهب في نفس المكان حبايبي. ما شاء الله تبارك الرحمن، كله ذهب، تلاحظون وياه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله كله ذهب واللمعان في الخطوط مثل ما خبرتكم. ما شاء الله حبايبنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، الذهب متواجد بكثرة في نفس المكان ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفون الذهب حبايبي. ما شاء الله، عندنا عروق ناضية في نفس المكان ولله الحمد. ما شاء الله، شوفون الذهب حبايبي، اللمعان الصغير، نقاطع صغيرة، هذا هو الذهب في نفس المكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله حبايبنا، شوفون دعواتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله حبايبنا، لازلنا نكمل نكسر الحجر وياكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، تشوفون حاليا لاحظ وياكم اللمعان الصغير، هذا هو الذهب ترى. ما تشوفون الجيوب في نفس المكان، هذه الجيوب اللي تراوينا تواجد الذهب واللمعان، تشوفونه اكثر شيء في الجيوب. ما شاء الله، هذا والحجر
ولله الحمد. مثل ما تشوفون حبايبنا الكرام، لمعان الصغير في النقاط الصغيرة، هذا هو الذهب. يا مرحبا بكم حبايبي، نكمل وياكم المشوار ونكسر وياكم الحجر حبة حبة. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاليا بنجلب الصخر وياكم. تشوفون الجيوب في نفس المكان، ما شاء الله الذهب اشوفه حبايبي، تشوفون الذهب لمعان النقاط، هذا هو الذهب يا جماعة الخير. ما شاء الله هذا الحجر مركز في نفس المكان، كما تشوفون جيوب، ما شاء الله تبارك الرحمن. كثرة الذهب في الجيوب يا جماعة الخير، أكثر شيء يكون في الجيوب مثل ما تشوفون. ما شاء الله ما شاء الله حبايبنا، نكمل وياكم المشوار، كسر قوية ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن حبايبنا، هذا هو العرق من داخل، ما هذه مرة يعني مستوي العرق يكون جافر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبايبنا، هاي العروق من داخل، هذا هو عرق الذهب ولا عرق المرو في نفس المكان مثل ما تشوفون حبايبنا. شكل العرق من داخل، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا عرق من عروق الذهب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبطل العرق ولله الحمد، لانه ما شاء الله تبارك الرحمن تبطل بعد مره ولله الحمد، سبحان الله. شوفون الذهب حبايبي في نفس المكان، يلمع على مقدار صغير، الله الحمد، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا عرق الذهب الناضي في نفس المكان. لو شفت العروق مثل هذه صوب الإبال، يعني امورك طيبة ولله الحمد. نكسر وياكم العرق ثاني، ما شاء الله تبارك الرحمن، كفتك ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن حبايبنا. شوفون عرق الذهب، هذا عرق الذهب المستوي في نفس المكان، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا من داخل شكله، ما شاء الله في ذهب في نفس المكان. طبعا يتواجد الذهب في اماكن الجيوب والصخور هذه اللي تشوفونها، ولله الحمد ما شاء الله تبارك الرحمن.